السلام عليكم. اليوم شوفوا صفحة 20 21 22 23 من كتاب اللغة الفرنسية سنة أولى متوسط. وقبل ما نبدأ حبيت نذكركم ونقول لكم اللي مازال ما اشتركش في القناة فليفعل زر الجرس كي يصله كل جديد، وما تنسوش سيفو بلي ديروا اللايك، وهذا كله يعني فضلا وليس أمرا. يلا بدون إطالة نجوزو نبدأ مع صفحة 20. العنوان الدرس يقول comment éviter la répétition، كيف اتفادى الاعاده. كون نكتب فقره ولا نص ولا جمله زوج جمل باش نتفادى اعاده تاع لو سوجي تاع الفاعل في الجمله، استعمل بعض الكلمات دوك نشرحهم مع النص. نبداو l'importance du sommeil chez l'enfant، هذا سي لو تيتر، هذا العنوان سي لو تيتر. أهمية النوم عند الطفل. En parlant des enfants d'âge scolaire، عندما نتكلم عن الأطفال في السن المدرسي، le professeur T.F. Ander explique que le sommeil joue un rôle important dans leur développement. الدكتور البروفيسور أندر يشرح أن النوم يلعب دور مهم جدا في نمو هذه الأطفال. Les adolescents qui ne dorment pas bien ou pas assez peuvent être durant la journée de mauvaise humeur. حتى المراهقين الذين لا ينامون نوما كافيا خلال اليوم يكونون في مزاج سيء. Ils auront du mal à se concentrer. يكون عندهم مشكل في التركيز. En effet, ceux-ci, tout comme les adultes, هادو يعني هادو اللي تكلمنا عليهم مسبقا اللي هما لي زادوليسون اللي نتحدثوا عليهم، تو سو كوم لي زادولت يعني مثل الكبار، اون بوزوان داكيرير دي زابيتود كي فافوريز اون بون هيجين دو سومي، لازم تكون عندهم اسلوب حياه منتظم لكي يكون عندهم اون بون هيجين دو سومي، تكون عندهم نوم كافي، يعني لازم يناموا على الاقل 8 سوايع في اليوم. La source du texte, elle est menée très généreuse, d'après le professeur Thomas Ander, Université de Californie, en 2010. Qui est comme le professeur très la source, mais aina très généreuse. Quel est le titre? D'accord. Daimen, hadoumay, nkounou daimen ala balna bihom. Njouzou douk al asila. Soual loul yqoul. Coche la bonne réponse. Dir X, fil jawab sahih. Les conséquences d'une mauvaise qualité du sommeil chez l'enfant sont النتائج. Les conséquences نتيجة النوم السيء عند الأطفال، النوم الغير منتظم، يعني قلنا ما يناموش نوم كافي. نتيجته ماذا إلى ماذا يؤدي؟ يؤدي إلى l'absence de concentration، عدم التركيز. vrai ou faux؟ قلو vrai. l'absence du de concentration. Un bon développement, هي يؤدون إلى نمو جيد؟ Non, c'est faux. La mauvaise humeur, المزاج السيء؟ نعم، قلة النوم تؤدي إلى مزاج سيء خلال اليوم. Oui, c'est vrai. La bonne humeur, المزاج الجيد؟ Non, قلة النوم تؤدي قلنا إلى la mauvaise humeur. D'accord. Ça fait l'axe. Le contraire, la mauvaise humeur, c'est la bonne humeur. لاحظوا السؤال اللي بعده يقول observe les mots soulignés dans le texte، quel mot remplace-t-il؟ انظر الى الكلمات المسطره في النص، ماذا تو اسمنا هنا الكلمات المسطره عندنا leur ceci leur، يعني نتحدثوا على من تعوض، يعني leur على من كنا نتحدثوا leur leur développement نموهم. هم شكون انا نهضر الغائب هذا شكون انا نهضر عليه؟ نرجع مارشاريير هكذا ها. le professeur Ander explique que le sommeil joue un rôle important dans leur développement. en parlant des enfants d'âge scolaire idem نرجع شويه للوراء. en parlant des enfants d'âge scolaire عندما نتحدث عن تلاميذ les enfants d'âge scolaire، يعني هذا هو اللي الاستاذ البروفيسور هذا يتحدث على تلاميذ قلنا في السن المدرسي، يعني قله النوم عندهم، صافي يشرح
ان قله النوم تلعب دور كبير في نموهم دون لور ديفلوبمون. يقدر هنا يعاود لي زونفون دا سكولير يقول جو ان رول تري امبورطون دون لو ديفلوبمون دي زونفون دا سكولير. لتفادي الاعاده يقول لور يعني لنموهم، هم هذيك هم هي لور، مفهوم؟ نروحو دوكا نحوسو على لو سوجي الفاعل تاع سوسي، يعني اللي راهو يتحدث عليه. لتفادينا الاعاده قلنا هؤلاء سوسي، نروحو نرجعو مارشاريير ونشوف على من رانا نتحدثو. داكور، نروحو للفقره اللي قبلها، نجو لهنا بعد النقطه تبدا هنا الجمله. لي زادوليسون كي نو دورم با، تحدثوا على المراهقين الذين لا ينامون النوم كافي خلال النهار. يقولنا يكون عندهم مزاج سيء وما يقدروش يركزوا. اون افي، وبالتالي سوسي، وبالتالي هؤلاء كما الكبار، يعني هؤلاء سوسي، باش ما نعاودوش نقولوا هنا اون افي لي زادوليسون كي نو دورم با، باش نتفاداو ما نقولوش لي زادوليسون، اي با قلنا سوسي، مفهوم؟ اذا الجواب تاع السؤال الثاني، كل مو رومبلاسيل سوسي رومبلاس لي زادوليسون، لو رومبلاس لي زونفون داج سكولير. بوركوا اتون رومبلاسي سي مو بار دوتر؟ لماذا؟ ده ان سؤال ثالث يقول لك علاش عوضنا الكلمه هذه بهذه، علاش ما عاودناهاش هنايا، علاش ما عاودناش وعوضناها بهم ولا هؤلاء، بوركوا؟ الجواب يقول pour éviter la répétition. سؤال عندنا ديجا في العنوان ديالكم تاع الدرس واسمو كومون ايفيتي لا ريبيتيسيون، كيف اتفادى الاعاده. لان الان صافي الجواب تاع بوركوا اون رومبلاسي لي مو بار دوتر سي بور ايفيتي لا ريبيتيسيون. نشوفوا الدرس واش يقول. جو روتيان يعني احفظ، نحفظ هنا. اون بو ايفيتي لا ريبيتيسيون دان نوم او دان غروب نومينال، نتفاداو الاعاده تاع الاسم او مجموعه الاسميه. اون يوتيليزون دي سوبستيتو غراماتيكو، باستعمال لي سوبستيتو غراماتيكو اللي هما كالتالي: لي برونون بيرسونيل الضمائر، لي برونون ديمونستراتيف اسماء الاشاره، ديمونستراتيف اللي يوروا بيديهم يقولوا سوسي سوسي سيلسي سيلسي سلويسي سلويسي، هذا هذاك هذاك، سيلسي هاته، سوسي هؤلاء، سلسي جمع تاع الاناث، جمع تاع مؤنث نوروه بيدينا، نقولوا نسيت كيفاش يقولوا تلك، والله ما على بالي. المهم سلسي تاع جمع المؤنث، نورو حاجه مؤنث تاع الجمع نوروها بصبعتنا، هذيك هي. برونون بوسيسيف تاع الملكيه، لي برونون ضمائر الملكيه، نقول سي لو ميان، باش ما نقول نقول لو ليفغ مابارتيان، هذا الكتاب لي، سي لو ميان، انه لي، باش ما نقعدش نقول هذا الكتاب لي، انه لي، ان هذا الكتاب لي، باش نتفادى نعاود هذيك الاعاده، نعوض الاسم هذاك بالغروب نومينال سوجي بال لو برونو بوسيسيف ولا ادجكتيف بوسيسيف. لو ميان يعني ملكي، انه لي، لو تيان انه لك، لو سيان له، لو لور لهم، ادجكتيف بوسيسيف مون سي مون ستيلو، قلمي انه قلمي شغل قلمي انا، ما نقولش انا كي نقول مون، انا هذيك تولي ضمير مستتر كما في العربيه، نقولوا يكون انا تصرف ضمير مستتر، ما تكونش ظاهره في الجمله. كيف اون فرونسي سي لا ميم شوز. مون تون سون، هو معناتها هو، هذه هو سون نوتر تاعنا نحن، تاعنا حنايا، فوتر تاعكم انتم، لور تاعهم هما، غير مون لي انا، لك ملكك، ولا هكذا. المهم هذه هي، داكور. نشوفوا دوكا لاباج 21، شوفوا مع التمرين تزيدوا تفهموا احسن. اذا هنا السؤال الاول يقول دون لو باراغراف سويفون، في هذه الفقره التاليه، تروف ا كل مو رونفوا شاكان دي برونون سوليني، ابحث عن اي كل مو، اي كلمه تبعث هذه الضمائر المستطالة. هنا عندي سال تلك، وعندي لو سيان هو تاعو، هو لو سيان ملكه، هو داكوغ. نشوفو نرجعو للجملة وين تبدا، ونحوسو
واش رانا نعوضو هنا؟ تفادينا الإعادة لعدم إعادة أي كلمة، نبحثو عن الكلمة المقصودة. Ce matin, je n'ai pas retrouvé ma trousse de toilette. اليوم صباحا لم أجد مقلمة الحمام. En cherchant, عندما كنت أبحث, je me suis aperçu, لاحظت que celle de mon petit frère, تلك التي تنتمي لأخي, était rangée dans mon tiroir, كانت مختبئة في قجري في القجر تاعي. ما جاكش يقولوا سمحوا لي برك بالعربية. Je l'ai remise dans le sien. Je l'ai رجعتها. Je l'ai remise. كي قلنا remise معناتها نتحدثوا على حاجة مؤنثة. Je l'ai remise dans le sien. رجعتها في قجره معناتها dans son tiroir. D'accord? Dans son tiroir. مالا نرجعوا نشوفوا لي مع ماذا نتحدث هنا في سال دابور. قلنا هنا je n'ai pas retrouvé ma trousse de toilette. واش ما صبتش ma trousse de toilette. وبعد كي بحثت لاحظت باللي هذيك تلك التي كانت في dans le tiroir c'était à mon frère. اذا celle ici ça remplace ma trousse de toilette. بلا ما نقعد نكتب انا درت لكم السهم وانتم نقلوا هذه هي الجمله تاع اللي نعوضوا بها سال. إذن je l'ai même الآلة دي راهي مسطرة داكوغ ال apostrophe كذلك c'est un pronom personnel. Je l'ai remise. J'ai remis quoi? J'ai remis la trousse de toilette. صافي ال apostrophe هذه كذلك راهي تتحدث على la trousse de toilette. مفهوم؟ صح. Je l'ai remise dans le sien. Dans le sien, dans le tiroir. Dans le tiroir. مفهوم؟ تبعوا برك ركزوا من الاول كيفاش كنت نتكلم تعرفوا لي الموضوع داكور. نروحوا ليكزيرسيس 2. يقول كومبليت لي فراز بار لي برونون سويفون. عود كومبليت اكمل الجمل بالضمائر التاليه. عطاوكم الاجوبه هنا نتوما تحطوهم فقط كل وحده في مكانها. اذا عندي ايل هو هي سو هؤلاء نتحدث على جمع تاع مفرد هؤلاء. سال نتحدث على حاجه جمع تاع مؤنث سال. لاميان معناتها انها ملكي انا. انها نتحدث على حاجه مؤنثه وحده برك تكون ملكي انا. لاميان نو. رون فيزيت ا تا غرومير. مريضه. صافي انها مريضه لازم نقولوا هي مريضة. هي تكون مريضة. Elle est malade. Prête-moi ta serviette de bain. J'ai oublié. سلف لي اسمها لا سيرفيت سربيتها هذيك تاع الحمام. سلفها لي لأنني قد نسيت تاعي. نسيت يعني سربيتها تاعي. إذا جي أوبليي لا ميان. نتحدثوا على لا سيرفيت سي فيمينا. مالا نقولوا لا ميان أو فيمينا. مي غون دو تواليت سون روج. نرجع مي غون راهي في الجمع المذكر غنقولو ان غون دي غون. مالا نقولو لي غون دفاسون يجو دايما في الجمع باسكو يجو دايما زويجة هكداك. مي غون دو تواليت سون روج بصح كذلك هادوما تاع الجمع المؤنث نقولو سو دو ما جون سور سون جون. سو هؤلاء لي غون هادوك هؤلاء لي تاع ختي هما يكونو جون. صفورة. سي مون ميور امي. انه صديقي المفضل. porte toujours des habits propres. هو يلبس دائما ملابس نظيفة. j'adore les salles de bain surtout celles qui sont modernes. علاش خاطر لي سال دو بان كرجح المذكر المفرد نقول لا سال دو بان مؤنث. اذا هنا عندي جمع المؤنث ملا سال نحط سال افيك اس تلك التي افضل تلك التي هي حديثة. نشوفوا ليكزيرسيس 3. سمحوا لي ولا طولت عليكم شويه انا نشرح ومنطون نشرح باش هكذا تفهموا. اذا هنا عندكم سويفون لو موديل تابع المثال. رومبلاس لي مو سولينيي بار لو برونون كي كونفيان. وعوض الكلمات المسطره قال لكم لي برونون لي مو سولينيي وما مسطروهمش مكتبوهم اون غرو كاركتر كتبوهم حمقين. هادو هما لي تعوضوهم لو برونون كي كونفيان بالضمير المناسب. مراد ابري مي زافير. مراد لي زا prise. Les هذه تعوض les c'est un pronom يعوض les affaires.
D'accord, يعوض لي زافير. صافي انتوا واحد ديروا بنفس الطريقه. لو رونار جوا ان تور او كوربو، الثعلب لعب دورا يعني كلخ له يعني جوا ان تور او كوربو. لو رونار لوي جوا ان تور، الثعلب لعب له دورا، لعب له هو قول درنا له لوي. Ce sont les chaussures de mon père. نقولوا une paire de chaussures. Une يعني زويجة تاع صبابط مؤنث. une paire de chaussures. les paires de chaussures. les chaussures راح يكونوا جمع المؤنث. مالا نقولوا ce sont celles de mon père. إنها تلك 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 تكون لأبي. خير هكذا. ce sont les chaussures de mon père. باش ما نعاودوش les chaussures نقولوا ce sont celles de mon père. Ma mère discute avec le chef d'établissement. On met à parler avec le modèle de l'assassin. Elle discute avec ma mère. Elle est مؤنث. مفرد مؤنث. Mais là, on écrit elle. On accueille un nutritionniste dans notre classe. On l'accueille. On l'accueille. Nous accueillons le who. Elle apostrophe. C'est un pronom personnel. Idem. Notre professeur de sport nous donne toujours des conseils intéressants. أستاذنا تاع الرياضة يمدنا دائما نصائح مهمة. نعوض notre professeur de sport هاد طويلة كاع غير الأستاذ نتحدث عليه هو، إذا نكتب il nous donne toujours des conseils intéressants. مفهوم؟ نروحو الآن لا باج 22. إذا هنا لو تام سي لي فيرب دو بروميي جروب او بريزون دو لانديكاتيف. سبق ليكم وقريتوهم في سنة خامسة. اكيد تكونوا نسيتوهم شويه، عاودوا تذكروهم بهذا الدرس باش كي تروحوا من لو بريزون تروحوا لو فيتور لامبارفي لو باسي كومبوزي ما تتخلطوش. داكو هاي اذا حفظوا مليح لو بريزون كل ما يعطيكم زمن واحد اخر يجيكم ساهل. اذا عندي هنا لا جورني مونديال دو ليجيان دي مان، اليوم العالمي لنظافه الايدي. لا جورني مونديال دو ليجيان دي مان اي سيليبري، احتفلوا اي راهي تحتفل هذا اليوم العالمي لنظافة الأيدي يحتفل في 5 ماي لو 5 ماي دو شاك اني من كل سنة باغ لوغانيزاسيون مونديال دو لا سونتي. منظمة الصحة العالمية. لالجيري في ا لاميليوراسيون دو ليجيان، الجزائر تسهر في يعني تسهر على تطور نظافة الأيدي. وين dans les centres hospitaliers اين يعني في مستشفيات. dans le but يعني بهدف diminuer les infections بعدم يقولوا تنقيص ينقصوا عدد العدوى. les infections يعني العدوى، العدوى التي تنتقل من الاوساخ اللي تكون على في الايدي. en effet وبالتالي ces infections هاد العدوى هادي تشمل تشكل constitue un problème majeur dans la sécurité des patients. هاد العدوى تاع لي سالتي كي باس دون بيرسون ا اون اوتر ا ترافير لي مان سال كونستيتو تشكل ان بروبليم ماجور، مشكل عويص في امن المرضى، في امن وسلامه المرضى. داكور هنا العنوان تاع النص لو تيتر جو ريبيت سي لا جورني مونديال دو ليجين دي مان. لا سورس من اين استخرجنا النص؟ من دابري انستركسيون لي مينيستير دو لا سونتي. هايليك كي تقول لكم لا سورس استخرجوها منا. J'analyse le texte. L'asila. De quel événement s'agit-il dans le texte? Sous le haulik, awadah. De quel événement s'agit-il dans le texte? Sauf le nas, il s'agit de la journée mondiale de l'hygiène des mains. Idem. Sous le tani, il dit. À quel temps sont conjugués les verbes soulignés dans le texte? Fi ay zaman al-af'al musarrafa fi al-nas. Ah oui. Hna nrouhou. نشوفوا الافعال اللي مسطره هنا. نشوفوا هنا عندي او ينتهي بالاو وهذا ينتهي او ان تي. اذا نقولوا لي فيرب كونجوغي دون لو تيكست سون كونجوغي او بريزون دو لانديكاتيف، راهم مصرفين في الحاضر. بريزون دو لانديكاتيف هو الحاضر. نشوفوا السؤال هنا كيف كيف. اس لو ميم سوجي بور شاكان دو؟ est-ce que هاد الافعال سوجي تاعهم هو نفسه؟ هنا لالجيري في الجزائر تسهر، وهنا سيز انفيكسيون كونستيتو العدوى تشكل
إذن لو سوجي الفاعل فاعل اللي قبل الفعل الفاعل ليس هو نفسه إذن نقول هنا non le sujet n'est pas le même le sujet du verbe veiller c'est l'Algérie le sujet du verbe constituer c'est ses infections هكذا يكون الجواب dans l'infinitif de chacun des verbes soulignés ما هو قبل ما يتصرف الفعل كيكون على الانفينيتيف على اصله كيف كان إذن veille هذوما veille et constituer c'est les verbes du premier groupe تاع المجموعه الاولى وعلى بالنا المجموعه الاولى ce sont les verbes qui se terminent par er إذن نحيلو e ونحيلو ent ونسقلو er نرجعو من الانفينيتيف دوك نشوفو الجواب مكتوب إذن هنا راني كتبت لكم الجواب الجواب الثاني قلنا هنا او بريزون الانديكاتيف الجواب الثالث قلنا نو سو ني با لو ميم سوجي وانا وريت لكم لو سوجي هاو لك مسطر هنا في النص الجواب الرابع الانفينيتيف دو فيرب سوليني سي فيي كونستيتوي و اكل جروب ابارتيان تيل الى اي مجموعه ينتمي تنتمي هذه الافعال تنتمي الى المجموعه الاولى الى بارتيان او برومي جروب نشوفوا القاعده واش تقول هنا بالخف قول باللي لي فيرب سوليني دون لو تيكست سون كونجوغي او بريزون يعني الافعال المسطره في النص هي مصرفه في الحاضر وتنتمي الى المجموعه الاولى اون فورم لو بريزون دو لانديكاتيف دو برومي جروب اون راجوتون او راديكال لي تيرمينيزون يعني باش نصرفوا نذكركم فقط باش نصرفوا فعل من المجموعه الاولى نحولوا او ار ونزيدوا له لا تيرمينيزون يعني قلنا لو راديكال دو فيرب ونضيفوا له En terminaison suivante, E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Mathalan, le verbe constituer, hada, n'akhod hada, mathalan, n'akhoddamkom, n'hilo ER, hakda. Yqad li ghir al-masdar, hada yqad al-masdar, masdar al-fi'l, ladhi la yataghayyar. N'aklo, n'aklo fi kamel hna, n'aklo 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 hna. On défoulou la terminaison fil akhir, E, ES, E, ONS, EZ, ENT, tuhfad. على ظهر القلب داكو هاي ليك وتولي مصرفه كالتالي je constitue e tu constitue es il constitue e etc مفهوم نزيد نعطيكم قاعده بسيطه تفهموا مليح جميع افعال المجموعه الاولى tous les verbes du premier groupe se conjuguent de la même manière يعني نحولوا er وتزيدوا له هذه في الاخر في جميع الضمائر سوا يعني sauf le verbe aller ما تغلطوش مع le verbe aller il appartient au troisième groupe le verbe aller هذا ارماوه للثروزيام جروب لماذا يا ترى لانه المصدر تاعو يتغير عندما نصرفوه خاطرش aller كي نصرفو يولي je vais à l'école يولي je vais هو كان aller نجي نحلو er لا يولي je vais اذا verb aller هذا ارماوه للثروزيام جروب نروحو الان للصفحه 23 فوالا نبداو نشوفو On a recopié les définitions suivantes en introduisant le sujet qui convient. Aktubu el kalimat taliya, nkemmelhom fi el faqra hadi. Yani nhtouhom hadouma hiwlou des sujets dans la phrase, hiwlou houma el fa'il fi el jumla. Andi hna l'hygiène, an-nadafa, l'hygiène de vie et les pratiques ou el mumarasat el youmiya li نمارسوها في غسل الايدي غسل الاسنان اكسيتيرا سي لاف لي مان سي بروس لي دون هذه هي ليجيان ليجيان اتيدي تدرسو لي براتيك الممارسات كي فيز ا بريزيرفي او فافوريزي لا سونتي يعني النظافه تدرسو الممارسات التي تهدف لي فافوريزي لا سونتي يعني باش تعزز الصحه اذا هنا هنا لو سوجي يكون ليجيان دو في راح نديرو ديفينيسيون دوكا نعرفو سي كوا ليجيان دو في ليجيان دو في ديزيني لو في بور اون بيرسون دو ريسبكتي دو مانيير فولونتير سي براتيك يعني ليجيان دو في تتميز باش انه الانسان يحترم في ممارسته اليوميه يحترم النظافه فوالا اذا نروحو ليكزارسيس 2 مي لي فيرب اونتر بارونتيز او بريزون دو لانديكاتيف الافعال اللي بين قوسين وهكذا يكون سؤال في كونجوغيزون في الفا كومبوزيسيون بارتي كونجوغيزون تتصرف في الاختبار ولا في الفرض راح تكون كالتالي يحط لك الاستاذ الفعل بين قوسين وانت تصرفه يقول لك او بريزون دو لانديكاتيف سولون لو فون مونديال دو ريشيرش كونتر لو كانسير اف ام ار سي يعني هاي لك
FMRC هذوما سي لي زينيسيال تاع الكلمات هادو ضد امراض السرطان عافانا الله واياكم. لي فروي اي لي ليغوم نون فيكولون. دوكا رانا نهضروا على لي فروي اي لي ليغوم، الخضار الفواكه والخضار نون فيكولون يعني الغير نشويات. بروتاج دو فاصون بروبابل يعني تحمي، بروتاج تحمي. اذا نصرفوا الفعل هذا بروتاج نحوس لو سوجي تاعو شكون هو يهضر في الجمله، راهم يهضروا لي فروي اي لي ليغوم مالا اي لافيك اس، مالا لو سوجي حيكون اي لافيك اس مفهوم. نكتبوا ايل بروتيجي واش نديرو نحو له او ار ونضيفو له او ان تي خاطرش اي لافيك اس تيرمينيزون تاعها او ان تي مفهوم. الوغ protège de façon probable contre le risque de développer divers cancers. Chaque fruit habs نعاودو نجيو هنا الفعل الاخر نرجع toujours sujet اللي يجي قبله. chaque légume كل خضار هو معناتها il معناتها واحد لو يتحدث في الجمله il figure terminaison e نحو er ونكتبو e اذا نحو er ونكتبو e في مكانها voilà ونتحصلوا على فيغور اي الفيغور ما تكتبوش نتوما اي لا انا نوري لكم فقط كتبوا برك فيغور هذا ما كنوري لكم بلي لو سوجي هذا تحطوا في راسكم بلي انا نتحدثوا على هو باش تصرفوه في الضمير الثالث ثروزيام بيرسون دو سينغولير مفهوم. نروحوا للجمله اللي بعدها لو فيبر تلك الالياف انسولوبل سغورج عفوا سغورجي راه هنا ان انفينيتيف سغورجي يعني تمتصو يخي تمتص هاد تلك الالياف تمتص الماء دو كوم اون ايبونج كيما ليبونج. اذا تحطوا على لي لور فيبر انسوليبل تلك الالياف يخي نقولوا اون فرونسي نقولوا ان فيبر مالا سو غورج انا لور غير في كيقولوا في الجمع عفوا مالا نقولوا سو غورج نحي او ار ونكتب E N T. On a fait le jamais. Enfin, quand j'en ai trop, je vous fibre, c'est écrit S à la fin. Je vous fais dans la suite. Le présent de vérité générale. Il y a une. Le hader, ta, la haqiqa. Le hader, ta, l'afhal, li, tu te hadith à la haqiqa. Il y a une haqiqa, li, tu kundé, imen, hi, ma, tu te rires. Maintenant. Les infections associées aux soins constituent un problème majeur pour la sécurité des patients. Ils favorisent la résistance aux antibiotiques et elles causent des décès. Enfin, elles engendrent des dépenses supplémentaires. Yani, là, le présent de vérité générale qui exprime un fait vrai de tout temps. Yani, مثلاً, أعطاك مثال. Le tabac tue. التدخين يقتل. Ça fait que tuer, tuer, c'est un verbe, il est conjugué au présent de vérité générale. Il exprime aussi une vérité scientifique. Idem, exemple, la Terre est ronde, l'ardo, kurawiyat shakl. Hiya kurawiyat shakl, hiya takounu, yani hena le verbe être. Le verbe être, hena il est conjugué au présent de l'indicatif. On les retrouve également dans les proverbe, يعني الافعال تاع le présent de vérité générale, c'est pour que d'aller في les proverbes, في الامثال مثل le travail paie toujours, العمل يخلصو دائما. ما تخلطوش بزاف راحكم بالدرس هذا، نتوما كي تركزوا على تصريف الافعال في المجموعه الاولى ركزوا على هذاك الموضوع هذاك هو الصح. اذا شوفوا التمارين هنا je m'entraîne. Soulignez les phrases qui expriment une vérité générale. On a une vérité générale, les haqiqa, yani tahtou ala haja tkoun haqiqiya, waqi'iya, machi khayaliya. Tous les soirs, les enfants se douchent. Est-ce que koul youm drari kamel yakhdou une douche? La, kayen li douche koul youm, kayen li douche mara ftlet ayam, kayen koul wahed kifach. Idan hadi c'est pas une vérité générale, laysat bi haqiqa, amma. Les feuilles des arbres tombent en automne. Ana nfaddal had l'amthila khir men li kanou sabqin. أوراق الأشجار تسقط تتساقط في فصل الخريف يعني أوراق الأشجار تتساقط حقا في فصل الخريف. إذا هذه سي اون فيريتي جينيرال. لي زابي فابريك دو ميل النحل
يصنعوا العسل. هذه حقيقة، إذا c'est une vérité générale. إذا les abeilles fabriquent du miel. يعني انتوما كيفاش تعرفوا بلي une phrase dans la phrase il s'agit d'une vérité générale، تتحدث على حقيقة، لازم تفهموا المعنى تاع الجملة، ما تروحوش للفعل. ما كاش فعل سبيسيال نحطوه في فيريتي جينيرال، لا لا نو، ديروا في بالكم بلي حفظوا باك لو بريزون كيفاش يصرفوه. وباش تقول لك الاستاذه خرج لي مثلا اون فراز كي اكسبريم اون فيريتي جينيرال، روح قرا الجمله كامل تفهم المعنى ديالها، ولا شفت بلي تتحدث على حاجه حقيقيه كتب لها الجمله هذيك، هذيك هي لا فراز كي اكسبريم بريزون دو فيريتي جينيرال. وهنا نكونوا وصلنا لنهايه الفيديو، نتمنى اني فدتكم ولو بالقليل. ما تنساوش تضغطوا لايك سي بلي. والسلام عليكم الى فيديو لاحق.